مساء الخير لمشاهدي صوت بيروت انترناشونال وصفحة بيروت سيتي عبر فيسبوك. معكم عبدالله بعلبكي ومن خلف الكاميرا زميل محمد الشيخ. هيدا البث المباشر من منطقة أبلياس بالبقاع الأوسط، والأجواء حماسية عند أهالي أبلياس اللي عم بيشجعوا المنتخب السعودي اللي عم بيلعب آخر مباراة لإله بدور المجموعات، وضروري المنتخب السعودي يفوز أمام المكسيك اللي عم بيواجهه ليتأهل لدور ال 16، أو يتعادل مع المكسيك بشرط فوز بولندا على الأرجنتين في مباراة تانية بين بولندا والأرجنتين كمان عم تقام بهيدي الأثناء، أو يتعادل السعودية أو تتعادل السعودية مع المكسيك بشرط فوز الأرجنتين على بولندا بفرق 4 أهداف. إذا عم بتشوفوا الأجواء أمامنا بسبب سوء الأحوال الجوية، الأهالي فاتوا لجوا ليتابعوا الماتش، والغالبية طبعا عم بيشجعوا المنتخب السعودي. أهلا وسهلا فيك، شو حاطط على راسك؟ لبيك يا رسول الله. طيب، مع السعودية اليوم؟ طبعا. حاسس رح تربح السعودية وتتأهل؟ أكيد رح تربح. ليه أكيد؟ ليه حاسس أنه أكيد؟ نحن كلنا معك، نحن بنشجع السعودية. نعم، بس مباراة صعبة قدام المكسيك، يعني فريق منه سهل. كمان نحن كلنا مع السعودية. نعم، إن شاء الله أملنا كبير فيهم. نعم، شكرا لك ويعطيك العافية. كيف الأجواء شباب؟ تمام، ممتازة، ممتازة الأجواء. إن شاء الله تأملين السعودية تربح؟ إن شاء الله، إن شاء الله بإذن الله ستربح إن شاء الله السعودية بإذن الله. وكيف يعني الأجواء قبل هيدي المباراة؟ يعني كنتوا مستعدين تقعدوا سوا تجتمعوا سوا لتتابعوا هالمباراة الحاسمة؟ إن شاء الله، إن شاء الله بالسعودية تتأهل، كل ما تربح أكثر كل ما نجتمع أكثر بنربح إن شاء الله. المكسيك فريق منه سهل صحيح؟ المكسيك فريق منه سهل؟ لا، كله طوب. يعني عندك أمل إنه السعودية اليوم تعمل معجزة كبيرة وتتأهل للدور الثاني؟ إن شاء الله بإذن الله. يعطيك العافية. أدافي أمال اليوم تربح السعودية؟ والله إن شاء الله يا عم تربح السعودية، ترفع روسنا، ترفع روس العرب. كيف الماتش لهلأ؟ والله لأن في معنويات عالية للسعوديين، إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله تربح يا عم. كنا دمنا مع السعودية. نعم، والله دمنا مع السعودية. تعرف إذا السعودية ربحت اليوم بتكون أول منتخب عربي بيتأهل لدور ال 16؟ عنا علم وإن شاء الله مستمرين، وبإذن الله السعودية للنهائي. متفائلين كثير للنهائي بإذن الله، متفائلين. كيف شايف الماتش؟ كيف اللعب السعودي لهلا؟ اللعب كله للسعودية، ونحن مع السعودية بإذن الله من كل النواحي، بالنهاية هي مرجعيتنا. هي مرجعية الأمة العربية كلها. نعم. نحن معها رياضياً وعسكرياً وكل شيء. شكرا لك ويعطيك العافية. كيف الأجواء شباب اليوم؟ يعني متأملين أن السعودية اليوم تربح وتعمل هيك سعادة كبيرة لكل العرب؟ إن شاء الله بإذن الله، مرأة بحنين بإذن الله، معنويات كتير منيحة إن شاء الله. عندك ثقة عالية اليوم بأداء المنتخب السعودي؟ ثقتنا بالله إن شاء الله، ثقة عند الله. والأجواء كيف عندك؟ تمام الحمد لله، يعني أول مرة نشوف منتخبات عربية بتشرف، يعني بترفع الراس عن لعبة. تونس ربحت على فرنسا بطلة العالم، بس أستراليا يعني هي كمان فازت، يعني خسرتنا التأهل لدور 16. يعني إن شاء الله نتأمل الدول العربية بتكون عندها حظوظ أكثر وأكثر. تتوقع يعني المنتخب السعودي يكون أول منتخب عربي بيوصل لدور 16؟ بنتأمل هالشيء، بنتأمل إن شاء الله، إن شاء الله عم نحضر، وإن شاء الله تكون هي أول فريق عربي، والسعودية يعني هي أم الكل يعني بالنهاية إن شاء الله. بعد ما هزمت الأرجنتين بأول مباراة، يعني في أمل اليوم تهزم المكسيك؟ أكيد، لما عم تهزم المرشح الأول لكأس العالم إن شاء الله هاي بيعطيها معنويات قوية، لازم الشباب يكونوا شادين على حالهم يعني. نعم، إن شاء الله. نعم، شكرا لك. كيف أجواء المونديال وشو رأيك بأداء المنتخبات العربية؟ والله السنة المنتخبات العربية بتجنن، بترفع الراس، خصوصا اليوم يعني تونس ربحت على بطل العالم، وان شاء الله عملنا كبير بالسعوديه والمغرب. المغرب كمان هم يكرب حاله، ان شاء الله يكونوا اول فريقين يتاهلوا لدور النهائي. نعم، شكرا لك. اليوم السعوديه رح تفرح قلوبنا وتربح؟ والله نتامل نحن بهالشيء هذا ان شاء الله عز وجل، وعم نحضر. كيف شايف المباراه لهلا؟ لا، حديت هلا منيح المباراه، فيها ان شاء الله انه يحصل الحظ وانه تربح. نعم، نتامل بهالشيء. شكرا لك ويعطيك العافيه. شو مين اكيد مع السعوديه اليوم؟ اكيد. قديه رح تربح حولك؟ 1-0، 2-0 او كيف؟ 3-0. 3-0 للسعوديه. ان شاء الله. الله يحييكم. متوقع زيت النتيجه او لا؟ ان شاء الله خير يا رب. شكرا لك ويعطيك العافيه.
أجواء المونديال إجمالاً كتير حماسية بقبل ياس، رغم الأزمة الاقتصادية الدار بالبلد، العالم بعدهم عم بيتابعوا مباريات كرة قدم، عم بيتفاعلوا مع هيدا الحدث الكروي العالمي. برأيك الناس بينسوا الأزمات لما يحضروا المونديال؟ هذا الشيء بيفرج عنهم، هي هني بالأزمة وعايشين فيها، لكن هذا الشيء بيطلعهم من الأزمة. ولولو أنه مش وقت كتير طويل، شيء منيح أنه منتخب عربي عم يشجعه، يعني بيترك بيحط عنا انطباع انه في شيء حلو بالحياة، وهي هاي كرة القدم. نعم. هاي الشيء اللي عم شو توقعاتك لمباراة اليوم؟ اتمنى انه المكسيك فريق قوي كتير، مش ضعيف، يعني فريق شوفت عينك مسيطر بالمباراة، بس نتمنى الفوز للمنتخب السعودي. نتمنى متوقع يكون في فوز او تعادل؟ ان شاء الله نتمنى، عم ندعي. نعم. حبيب قلبي لك. كيف التوقعات؟ التوقعات ان شاء الله جيد جدا، وان شاء الله بالفوز. إذا المملكة السعودية فازت بكرة القدم، هيدا شأن الدول العربية كلها. إن شاء الله متفائلين كتير كتير اليوم، وإن شاء الله نتعلم، بتعلموا من الأغلاط الأولانية، إن شاء الله ما بيغلطوا فيها، مثل إن شاء الله خير. منتخب السعودي اليوم ممكن يربح المباراة؟ إن شاء الله إن شاء الله. أنا كنت أتمنى اليوم تونس تتأهل، ما حلف الحظ، ان شاء الله عن المغرب. الفوز التاريخي على بطلة العالم فرنسا، فاز على فرنسا، بس كنا نتمنى انه نتأهل، ما حلفنا الحظ، عندنا السعوديه والمغرب بعد. بكره شو حظوظ المغرب برايك؟ قادر المغرب؟ برايي ان شاء الله ان المغرب تتأهل، وان شاء الله ان السعوديه تتأهل، نتمنى من الله يعني هالشيء هذا. نعم. الله سبحانه وتعالى ييسر امره. نعم. وان شاء الله يربحوا. شكرا. نعم. لك. كيف التوقعات؟ معنويات عالية كتير الحمد لله. ما في خوف؟ ما في خوف إن شاء الله، وإن شاء الله نروح إن شاء الله. دائما توقع النتيجة إن شاء الله 2-0 للسعودية. للسعودية أكيد. نعم. الله يخليك. شكرا لك. أداء التوقعات النتيجة تقريبا 1-0 للسعودية. نعم. وتوقعاتك؟ أنا بقول إن شاء الله 2-1 السعودية، إن المكسيك يعني فريق بيلعب. كيف اللعب لهلا؟ هلا بعده وسط ميدان عم بيلعبوا، اثنيناتهم خايفين، مع انه المكسيك يعني مع خلص حظوظ مباراة المونديال. السعوديه عندها امل. بتعرف بهيدي الاثناء كمان في مباراه لبولندا والارجنتين، بتعرف انه السعوديه بحاجه تعادل لتتاهل، بحاجه تعادل اذا تعادل فريقين. فريقين ايه، بس بتعادل السعوديه، الارجنتيني بتعادل مع بولندا بيتاهل السعوديه. بس الفوز يمكن بيريح المعنويات اكثر. هي ماتش مع بولندا لو اخذوا تعادل كان هلا هني مرتاحين، بس هلا هني يعني ان شاء الله يربحوا اليوم. نعم. شكرا لك ويعطيك العافيه. مشاهدينا صارت الدقيقه رقم 22 من الشوط الاول للمباراه اللي عم تجمع منتخب المملكه العربيه السعوديه مع منتخب المكسيك، والنتيجه تعادل سلبي لهلا بين المنتخبين، وهيدي الاجواء من اب الياس من البقاع. شكرا لحسن المتابعة، طبعا نتمنى التوفيق للمنتخب السعودي على أمل اليوم يفرح قلوب كل العرب ويتأهل لدور ال 16 من بطولة كأس العالم التي تنظم في قطر. من قبل ياس كان معكم عبدالله بعلبكي والزميل محمد الشيخ.